السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا رجاله في فيديو جديد، يا رب يعجبكم ان شاء الله. طبعا قبل اي حاجه نصلي على النبي عشان ربنا يبارك لنا في كل شيء. انا متحمس يا جدعان للفيديو ده بصراحه. الزغاليل بقى لها تقريبا اكتر من شهر كده محبوسه في البيبان خالص عشان العلاج والكلام ده كده كله. الحمد لله رب العالمين ابتدوا يفوقوا بنسبه 70%، الحمد لله رب العالمين. فالنهارده كده هنفتح لهم يا جدعان اول يوم معاكم كده بعد ما تعالجوا، بعد ما تعبوا، بعد كل حاجه هنشوف هيعملوا ايه، هيبقى صحتهم عامله ازاي. في اللي ما كانش لسه بيقدر يطير عشان زغاليل صغيره، هنشوف دنيتهم كلها عامله ازاي. فلو عجبك الفيديو يا ريت تدوس لايك وتكملوا للاخر، عشان فيها يا جدعان بكره في مفاجاه هتنزل على القناه، هي حاجه تبقى ان شاء الله جميله جدا، يعني ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تسمعوا. بس الفيديو 5 دقايق، الفيديو بتاع بكره اللي هينزل يا جدعان فيديو 5 دقايق، اتمنى تكملوه للاخر، ان الفيديو يا جدعان مهم جدا جدا جدا، ومفاجاه ان شاء الله اول مره هنعملها احنا معاكم هنا في المحتوى بتاعنا ده. تمام يا جدعان؟ فمن غير رغي كتير يلا بينا، يلا بينا بقى كده يا رجاله. هنفتح لهم باب باب وهم يطلعوا لوحدهم، مش هطلع حاجه، ونقول بسم الله وربنا يسترها. والله العظيم صلوا على النبي يا جدعان. بسم الله. ادي اول واحد العبسي، تاني حاجه الاثنين الاشربنادي، تالت حاجه الاثنين القطاطي، الاثنين المراسلات المسود، الثلاثه الاستراليات والبوازه، الاثنين الكشاك، ثلاثه الباكستانيات، الازرق قطيفه والاحمر غزار، الاثنين السود غزار، ثلاثه استرالي وبنيدي، واللهم صل على النبي وحلبي. وهنا في الاثنين السود واللي هو طالع على الكشك اللي هو عامل زي القمري دوت، وفي هنا الشخشولي، وفي هنا الابيض شقلباز، وفي هنا الاسترالي العاده، وفي اللهم صل على النبي الاثنين هنا دولك اللي هيطلعوا دلوقتي. بصوا بقى يا جدعان كده، اديني معاكم واقف جنب الكاميرا اهو، واقف جنب الكاميرا وهنشوف كده. في حاجه ما فتحنالهاش؟ لا كله اتفتح. يلا مين اول واحد هينزل؟ الاسترالي العاده شكله كده اللي على اليمين ده يا جدعان، بصوا كده على اليمين شكله كده هو اللي هينزل. احنا هنقعد نعلق على ماتش كوره. يلا يلا يلا، اول سباق بين الاسترالي العاده والقطاطي، واحد على اليمين واحد على الشمال، اللي هينزل الاول هديله حبه كلفه. وفي البوازه شكله البوازه هيعملها، البوازه هيعملها الاحمر الغزار، لا الباكستاني. يلا الاسترالي العاده وفي الاخر اللي عملها خالص واحد تالت خالص ابو وش يا جدعان. يلا لوطاطي هينزل، لوطاطي هينزل، العاده لف ورجع تاني خسر المباراه. يلا هيطلع هيطلع، نزل بقوه، لا البوازه طلع، البوازه طلع. يلا يا سلام، يلا يا جدعان اللي بعده اللي بعده، انتوا داخلين ببان بعض ليه؟ يلا هي الزغاليل ابتدت تطلع يا جدعان، ونقول بسم الله ما شاء الله. العاده خايف يطلع، يلا يلا. الاسترالي ده شكله مولعها يا جدعان، مش مقضيها، مش خايف، نازل على الباب ده للباب ده. العبسي طلع راسه، العبسي طلع راسه اهو يا جدعان على الشمال. يلا يلا اللي بعده اللي بعده، الاحمر غزار هيعملها ولا ايه؟ الاسترالي مقضيها على البيبان. اللبلق الاشربندق مطلع راسه ومستغرب، مع انه كنت لما كل ما باجي افتح له الباب يا جدعان بيبقى عايز ينط، وابتدوا يخشوا على بيبان بعض، ونقول بسم الله. طبعا يا جدعان حد يقول لي طب انت فتحت لهم ليه؟ يا جدعان انا عايزهم ينشطوا الدوره الدمويه كده عندهم شويه، الحمام دوت يعني يطير كده يفك عن نفسه شويه، عشان حبسه بردك عليه غلط، وهم كده كده كلهم واخدين الدور، يعني مش هيقعدوا بعض تاني خلاص، يعني هم كده كده واخدين العدوى. هو لو واحد نزل على الارض هينزل اخواته، بس هم يا عيني. ايوان اللي ابو وش ده يا جدعان خايف، مقضيها من هنا لهنا لهنا. يلا يلا يلا، خايف ينزل على الارض، مقضيها من البان. البوازه طالع من عند الاسترالي، داخل عند الاسترالي يعمل ايه؟ مش عارف انا. السود غزار هيعملوها، السود غزار هيعملوها. يلا يلا يا جدعان اطلعوا، والاسود غزار عملها يا جدعان وطلع فوق. اللي بعده ده احنا لو في ماتش كوره مش هنعمل اللي بنعمله ده. يلا يا جدعان يلا يا جدعان، الباكستاني طلع، الباكستاني طلع. يلا يلا، ثلاثة وقفوا فوق. اللي بعده الاسود غزار نزل، الاسود غزار نزل على الارض يا جدعان. طبعا الارض مش باينه عندكم، البيبان بس اللي باينه، فباذن الله اول ما يطلعوا على والاسود غزار الثاني
والاسود وزار التاني نزل لاخوه، نزل لاخوه، اول ما يطلعوا من البان هنجيب لكم الارضيه يا جدعان. يلا القطاطي، القطاطي بيفكر، القطاطي بيفكر اهو، هيعملها هيعملها، يلا يلا، وعملها القطاطي وطار. اللهم صل على، وقع في الارض، وقع في الارض، ده جاي لنا، ده جاي لنا، ماشي يا حبيبي. يلا ثلاثة بقوا مع الأرض واتنين فوق اللي بعده، يلا يلا. الفندق اللي نزل اللي استوال العادة أخيرا طلع من بابه، ويا عين يا عين البوظة طرده من بابه، ما طلعش بمزاجه. العبس بيفكر ولا إيه؟ العبس ناوي يعملها ولا إيه؟ الأزرق قطيف، يلا يلا. والبنيدي طلع يا جدعان، الحمام وشه كله اصفر اقسم بالله من كتر العلاجات. يلا الازرق قطيف هينزل، العبسي عملها ونزل، العبسي عملها ونزل، والازرق قطيف عملها ونزل. يلا يا جدعان، ثانيه بقى نجيب لكم الارضيه كده مع البيبان، ايوه عشان تبقوا ايه شايفين كل حاجه. والاحمر غزار عملها يا جدعان، يلا. والسفروت نزل، والسفروت نزل، يلا. اللبلق قشر بندق، اللبلق قشر بندق هيعملها، القشر بندق هيعملها. طلع بكتفه، طلع بصدره، وقع بظهره، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني، عملها ولا شيكابالا، ولا شيكابالا يا جدعان. يلا اللي بعده، اللي بعده، اللي بعده، حاجه تاني بتفكر، حاجه تاني بتفكر. اللبلق قشر بندق اخوه، اللبلق قشر بندق اخوه. يلا وسفروت التاني عملها وجاي على الكاميرا، ويا عيني عملها وراح على المصطبه. يلا يلا، والاستوالي طلع من باب اخوه، وطلع دخل في باب اخوه التالت. يلا اللي بعده، الواحد ماله مهايبر كده ليه يا جدعان؟ يلا والبوازه نازل لاخواته، البوازه نازل لاخواته، والحمد لله رب العالمين فايقين على ارضيه يا جدعان، الحمد لله رب العالمين. يلا ثانيه ننزل لكم حبه كمان، حبه كمان عشان تبقى الصوره واضحه، عشان تبقى الصوره واضحه، والصوره وضحت معاكم اهيك يا جدعان. يلا والاستوالي هيعملها هو والحلبي الاحمر، الحلبي الاحمر، الاستوالي عملها ونزل بظهره، يا عيني على النازله، يا عيني على النازله. اللي بعده، يلا يا جدعان، انا طبعا سايب لهم يا جدعان حبه كلفه في الارضيه عشان خاطر ياكلوا كده ويروقوا على حالهم. الحمام ده هفتان، يعني انا باكله اه بس هفتان، طبعا الارضيه ليها وضع تاني خالص. يلا في الاثنين اللي كشاك خايفين يطلعوا، خايفين يطلعوا، الارضيه وحشاهم. اللبلق قشر بندق التاني هيعملها اهو اهو، بيبص بعينه الوجعاه، يا عيني يا عيني، ربنا بقى يسهل يا جدعان ويفوق. انا طبعا مش هسيبهم في الارضيه كتير، انا بس هخلص الفيديو واسيبهم 10 دقايق بعديه كده، تمام، وبعد كده هقفل عليهم عشان خاطر يبقوا كلهم كده خدوا ايه وضعهم في الارضيه، تمام. في بقى حاجه تعالوا نعملها كده يا جدعان عشان الحمام ده برضك ايه، عشان طبعا عيلاته هيخاف يطلع مع بعضينا كده، هنطلعهم ونقفل ونقفل البيبان عشان ما يخشوش ايه في البيبان والكلام ده كده كله، يبقى كلهم تحت. تعالوا كده مع بعضينا يا جدعان، اطلع يا حبيبي، اطلع يا حبيبي، يلا وانت انزل يا غالي، انزل يا غالي، وانت انزل يا طبعا يا جدعان. الاثنين المراسلات لسه ما طلعوش، انزل ياد لاخواتك ياد، رايح على الكاميرا، جالكم يا جدعان التليفون، تليفوني يا ابن اللذين، اخوه اخوه راح وقف على الكرسي يا جدعان، ده باشا، ده باشا طبعا. هنا ايه الاثنين اللي كشاك، انتوا مالكم مال التليفون، هتيجي في وشي ولا ايه؟ اخوه وانت سايب بابك ورايح في باب غيرك ليه؟ الحلبي الاحمر يا جدعان، وفي الاثنين السود طبعا انا بطلعهم بايدي عشان عايز الحمام ده ما يخشش يضرب بعضه في البيبان. وفي يا جدعان الشخشولي اهو، تمام، اطلع فوق ياض. وفي اما صلى على النبي هنا اهو الابيض شقلباز، طبعا الحمام كله تلون يا جدعان، طبعا انتوا مش شايفين من عندكم، المايك جايب الصوت كله كده، ايه كله طلع كده، كله طلع. طب انتوا مالكم مال الكرسي بتاعي كده يا جدعان؟ قفلنا البيبان كلها، بس انا عايز الحمام كده كله على الارضيه، لقط يضرب في بعضه، تمام يا جدعان، تمام. هما كده يا جدعان زي ما احنا شايفين الحمام كده في الارضيه اهو، تمام. وفي طبعا حبه فوق اهمك،
امك يا جدعان الابيض شقلباظ هو الله اكبر عليه برنس واقف. طبعا الباقي اهو يا جدعان اللهم صل على النبي الحمام فاق شويه. ويا عيني البتاع ده اول مره يطلع اصلا في الغيه اسمه ايه ده الشخشولي الاسود ده اول مره يطلع فمبسوط يا عيني. امك تمام يا جدعان. بس عشان ما اطولش عليكم هو ده الفيديو بتاع النهارده طلعنا الزغاليل. يا رب يكون فيديو كان خفيف على قلبكم. طبعا حبه فوق وحبه حبه تحت وحبه فوق وحبه فوق وحبه تحت وهنقعد بقى ايه نغني لهم. سيبهم بقى ايه نص ساعه كده ولا ربع ساعه مش هخليهم كتير. بعد كده هندخلهم ببانهم ونكلفهم تمام يا جدعان. بس اهم حاجه يفكوا نفسهم وكل يومين ثلاثه مش هطلعهم كل يوم يا جدعان لغايه ايه برضك العلاج لما يفوق قوي. كل يومين ثلاثه اطلعهم 10 دقائق ربع ساعه كده ايه يهووا عن نفسهم احسن من الحبسه. وده الفيديو بتاعنا يا رب يكون عجبكم ويكون فيديو خفيف على قلبكم. كان معكم يوسف صبحي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.